أقام المجلس الأعلى لشؤون الإسلامية في إثيوبيا حفل إفطار جماعي والأول من نوعه في البلاد. وجاء الحفل الذي حضره الآلاف تتويجا للمصالحة التي شهدتها مكونات المجتمع المسلم في إثيوبيا بعد عقود من الخلاف. إفطار جماعي أقامه المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بحضور الآلاف من مسلمي إثيوبيا احتفالا بطي صفحة الماضي ودخول البلاد أهم فصول المصالحات التاريخية. في الحفل طغت هتافات الفرح وامتزجت بالأناشيد الداعية إلى وحدة المسلمين. في الوحدة كما ترى شعبنا فرح كل الفرح كما رأينا اليوم. نحن ينبغي أن نحافظ على الوحدة. كيف نحافظ؟ أولا الاختلاف الآراء موجود، ما نستطيع أن نزيلها الاختلاف الآراء في كل الأشياء، مع ذلك يحتاج الوحدة. يعود جزء من هذا التجمع إلى حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد التي ما فتئت تضغط باتجاه ردم الهوة بين مكونات المجتمع المسلم، وتؤكد أن التوافق بينه سيسهل على الحكومة التعامل مع كيان واحد قوي ومتماسك. وبفضل هذه الجهود تمكن الجميع من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ إثيوبيا. لعبت الحكومة الإصلاحية دورا حاسما في تشجيع المسلمين على التوافق وتغليب المصلحة الوطنية، مما حقق هذا التوافق التاريخي الذي لم يسبق له مثيل منذ أكثر من 150 عاما. يعتبر هذا الإفطار تتويجا لما شهده المجتمع المسلم في إثيوبيا من مصالحة ربما لم تلغي التباينات الفكرية، لكنها أكدت أن عقدة الصراع التي سادت بين مكوناته طوال عقود كانت عائقا أمام نيل حقوقه وتمثيله بالشكل الأنسب. وكان المؤتمر الوطني العام لمسلمي إثيوبيا الذي عقد في الأول من مايو آيار الجاري قد خلص إلى انتخاب هيئة توافقية لعلماء إثيوبيا تتكون من 21 عضوا ولها سلطة عليا في الإفتاء وإدارة الشؤون الدينية للمسلمين. حسن رزاق، الجزيرة، أديس أبابا.